بالطايف هناك ايوه اسعد الله الزبده طول عمر السلامه دخلنا ايوه هم فرشوا فراش هناك لي وفراش له ها مره تروح عند الرجال انا معيش معي جوا وقتها كنت العب ببجي عرفت كيف؟ ها هو الرجال طول عمر السلامه ببيته كامل فيوشه اثنين انا شاحن ايش ثلاثه عرفت كيف؟ هذا الرجال اللي فيش اللي فيه ثلاثه عند راس ابوي عنده فراش حقه يا شباب فاجئ جوال يمكن حولها 40 واتكي على جوال بكفتي والساعه 12 ولا فيني نوم لا ابوي قال ارقد ارقد تمشي واركب السماعه والعب ببجي العب يوم قدني باش جات علامه العشرين فنقرت بشحر فاقوم يا وقت اروح عند ابو متجوش اسوي واحد احس بالموقع هو قد رقد العود هو قد رقد ولا اقدر اشحر يا ولد ايش العلم ايش العلم انت تلعب من وقتها جاب السماعه عند يوم تلعب ببجي اي والله اوكي من كان معك في التيم ناس وشباب من هو ايش ايوه الزبده طعم رصاص اي دي كم اي دي كيدي 6 طيب اسلم اسلم العب اي بعد وقتها 6 صعب تلعب كذا اي 6 صعب وين قاعد تعزف انت تسمون الحاره سعد عنكبوت ايوه يا ايش اسوي الله غفر الدم فافتك المفتاح من عندك افتح هل ما شغل الموتر ما وقف السياره والله البنزين مكفول مجانس مرجع سلامته وطرها السوالف طرها حلو جبت على طار ابوي تقول على طاري صلاه الفجر هذا عنده لازم اني اقومه يقولت ومسكت هاك اليوم معه الظاهر في واحد عندنا في الحاره مريض حلو وذن يوم هذن يا رجل اثره الساعه 2 يقوم تعبان يقوم استغفر الله يا رب قوم محمد وبشعر اخوي احنا نمشي ورا ابوي رايح المسجد اي تعرف ايام المدرسه تقوم تذكرت المقرى حق الرجل يود نمشي الشارع الحارني يا ولد عندنا مصدمين حنا هذا لهم البساط يا ولد يوم اكبرنا المسجد مسكر يا ولد ونام شوف يا ريجي ساعه يا عيال مصيبه بنيه حنا نرجع استرس الحنا قلنا ساعتين وبنرجع يا ريجي قادر اقوم من الساعه 7 كلبون على حتى مو حتى يا اقسم بالله العظيم اني ما نسيت الحين يا وجل ها شف قمنا ما الله كتب ورقدنا وما الله كتب ما الله كتب والله فيها هدف فيها هدف يعني فيها هدف بس انت ما تستعجل عندكم راح عندكم